عندما تريد أن تتذكر شيئا أو تريد إيجاد الخيط الأحمر، فقد ضع أطراف أصابع يديك مع بعض، ووجه عيناك للأعلى، وأثناء الاستنشاق ضع لسانك على لثتك، وأثناء الزفير أرجع لسانك لوضعه الطبيعي، ثم خذ نفسا عميقا، وما أردته قد يخطر في بالك فورا. علاوة على ذلك، عندما تركز على شيء ما لفترة زمنية أطول، تستطيع أن تستخدم بعض الخطط والأفكار الجيدة كذلك. أو إن رغبت في تذكر شيء ما كنت قد قرأته سابقا، فهذا المودرا مفيد جدا لتطبيقه في الأمور الذهنية، لهذا تراني دائما في هذا المودرا بعد كل تمرين. عند هذا المودرا فقط تذكر أن لا تجلس متربعا، بل اجلس بشكل طبيعي أو اتخذ وضعية سيزا وعيناك متجهة نحو الغرب، فهذا المودرا سيعمل عجائب حقيقية. طيب، من هنا حسب مواضع الأصابع، ايش تبغى تسوي؟ اي تشكيلة تبغى تروح؟ من وضعية الزل اليسار فوق اليمين، الابهامين موجودة هنا، اليد مرتاحة. اذا حبيت انك تشكل بتشكيلة الأصابع، تضع الناس اللي غير متمكنين منها يضع الصغير في الابهام، والصغير في الابهام الثاني، الوسطى اللي جنب الصغير في الابهام، الابهام في اللي جنب الصغير، الوسطى مع الابهام، والوسطى الثانيه مع الابهام، السبابه مع الابهام، والسبابه الثانيه مع الابهام. واضح؟ زوم على اليد يا سيدي. اوكي؟ يس. واصل؟ واصل. في مراحل التمهيد للكوجي، تدريب الأصابع، ركزوا معي في النقطة الأخيرة هذه، في مراحل تمهيد للكوجي أو الدخول للكوجي، اللي هو تحريك السبابة أو الإبهام حسب راحتك، اللي تقدر تحرك، تحرك مساج من فوق لتحت، مساج استرخاء الأصابع وتجهيز الأصابع قبل الكوجي دائما. أوكي؟ الإبهام مع السبابة، ثم الإبهام مع الوسطى أو السبابة براحتك، أي إصبع تبغى تشتغل، ومن ثم عكس على الإصبع اللي بعده، ومن ثم اللي بعده، وبعده تروح بالعكس. أوكي؟ برضو نفس الشيء، يد الإبهام مع السبابة، الإبهام مع السبابة. أختصر الموضوع. أوكي؟ تمام؟ بس بعدها تمسك جزئية السبابة والإبهام مع السبابة، الجزء العلوي من السبابة. واضح؟ واضح. تدليك، ومن ثم النقطة الوسطى تدليك، ومن ثم النقطة الأخيرة اللي هو 1 2 3، صح؟ المفصل. أوكي، شايفة؟ يس. 1 2 3، زوم 1 2 3، نمسك 1 مساج 1 مساج، طبعا نطول في المساج، وبعدين تروح للإصبع الثاني، مساج 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 مساج، تمام؟ بعدين تقلب وتروح خلف، تحريك نفس الأول. أوكي، من الخلف من ظهر القبضة، وبعدها بعد ما تخلص تروح اليد الثانية، وبعدين ترجع مساج 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 من الخلف، مساج مساج، تمام؟ وبعدين لما الأصابع ينقاشوا وتنزل لآخر شيء، محاولة فرقعة الأصابع. أوكي، عرفت؟ وبعدين تشبك بين أصابعك وتحاول تفرقعها بكل ما عندك، واصل؟ لحد تسوي مساج بمخدة الإبهام. أوكي، واصل؟ مساج لحد ما توصل الحرارة في اليدين، وبعدها تكون أصابعك جاهزة بإذن الله للكوجي. في مراحل أخرى متقدمة هنتطرق لها إن شاء الله إن حان الوقت أو صار وقت مناسب. يجب عليك أن تحفظ هذا المودرا جيدا واستخدمه في الحالات الطارئة. إن موضع الأصابع في هذا المودرا يعيد البحث في الدماغ، ولقد خصص هذا المودرا لتوحيد فص الدماغ الأيمن والأيسر، ولطالما أوصي به في تدريبات الذاكرة، فهو يفتح منافذ الدماغ الأيمن حيث يتواجد مخزن الذاكرة. ومن مميزات هذا المودرا أيضا إنه يعمق ويحسن التنفس والدماغ. هذا المودرا سينفعك كثيرا بإذن الله. للحصول على أفضل نتائج من خلال هذا المودرا،
تأكد من أن تلامس أطراف أصابع يدك اليمنى الخمسة أطراف أصابع يدك اليسرى الخمسة. وتذكر أنك تستطيع أن تستخدم هذا المودرا، مودرا حاكيلي، أي وقت تريد. ولتنشيط طاقة الأمعاء الغليظة، حرك وتنقل في الاتصال بين أصابعك، وذلك بإصبع واحد كالإصبع السبابة الأيمن على الإبهام الأيسر، والإصبع الوسطى اليمنى على سبابتك اليسرى، وهكذا إلى آخره. تدربوا عليه دوما. ألتقي معكم في مودرا آخر إن شاء الله. بالتوفيق. هذه كان اسمها حاكيني، أي إنك تحاكي الطبيعة. صلى الله عليه وسلم.